وننتقل الآن مباشرة إلى الزميلة شوق العثمان مراسلة مركز الأخبار في معرض البحرين الدولي للطيران. مساء الخير شوق، هل لك أن تصفي لنا أجواء اليوم الثاني من معرض البحرين الدولي للطيران؟ مساء الخير للزملاء في الاستوديو والسادة المشاهدين في هذا اليوم الثاني. هذا اليوم المميز شهدنا إقبالا كبيرا من قبل الزوار، وأيضا العروض الجوية الرائعة لازالت مستمرة بالمشاركة عالمية. وفي هذا اليوم تم انطلاق أولى ندوات هذا المعرض، وللحديث أكثر عن هذه الندوات معنا الآن الأستاذة ميسون سبكان مديرة الاتصال والتسويق بوزارة الاتصالات والمواصلات. أهلا وسهلا بك أستاذة ميسون، لو تحدثينا عن أبرز الندوات اللي انطلقت خلال هذا المعرض بهذا اليوم. نعم، أهلا وسهلا. اليوم انطلاق برنامج الندوات لمعرض البحرين الدولي 2022. طبعا عندنا على مدى اليومين عندنا 4 ندوات فيها متحدثين دوليين ومتحدثين من المدراء التنفيذيين في الشركات المحلية، والمواضيع اللي بنغطيها هي يعني من أهم مواضيع القطاع الطيران العالمي حاليا. فمنها عندنا ندوة عن المطارات وشركات الطيران، عندنا ندوة عن قطاع الفضاء، وبكرة إن شاء الله ندوتين، واحدة عن دور المرأة في قطاع الطيران، والندوة الثانية عن القطاع اللوجستي والشحن الجوي، اللي هو طبعا مثل ما تعرفون يعني من أهم القطاعات اللي تنميها مملكة البحرين. أستاذة ميسون، قلت لنا سابقا أن هناك أيضا فعاليات مصاحبة في هذه النسخة تحديدا تستهدف فئة معينة، لو تحدثينا عنها أكثر. نعم، احنا هالسنة حبينا ان نشارك يعني اكبر شريحة ممكنة بالنسبة للجمهور، فسوينا كذا فعالية مصاحبة للمعرض اللي كانت هي يعني في الايام اللي قبل المعرض. سوينا فعاليات مع طلبة البحرين، يعني هدفنا هو ان نشجع الطلبة ونشجع الشباب ان يلتحقون قطاع الطيران في البحرين، على اساس ان نضمن استدامة القطاع في المستقبل ونضمن ان جيل المستقبل البحريني حاب انه يشارك في القطاع، ويعني يبتدي هو يعني يفكر هل انه يعني هاي القطاع شيء مناسب بالنسبة له وكذا. فكانت عندنا فعاليات مثلا في مدرسة البيان، دعوا طلبة من مختلف مدارس البحرين وراحوا لهم فريق الأسهم الحمراء اللي هم يشاركون في المعرض لأول مرة في البحرين، وراحوا لهم وسووا لهم ندوة، وكان في يعني تفاعل حلو الصراحة بينهم وبين الطلبة. وأيضا سوينا فعالية مع جامعة البحرين وطلبة الجامعيين، على أساس أنهم اللي يعني يفكرون في مواضيع الهندسة مواضيع الرياضيات يكونون هم يعني باختصاص أكثر، على أساس أنه يفكرون أنه شن هي فرص العمل اللي ممكن أنه يلتحقون بها في المستقبل. وفي نفس الوقت احنا عند يعني اهتمينا هالسنه ان نشارك رواد الاعمال البحرينيين، فعندنا مساهمه من بعض الفود تراكس مثلا اللي هم من الشركات الناشئه البحرينيه، فمن هالناحيه حابين ان نشجع الشباب ان لهم هم بعد يعني مشاركه في المعرض بطريقه او اخرى. هو طبعا معرض تجاري بحت، لكن يعني حابين ان يعني نوسع الفعاليات على اساس ان نشارك اكبر شريحه ممكنه. شكرا لك أستاذة ميسون. معرض البحرين الدولي للطيران معرض مميز جدا يجمع المهتمين والمختصين وأيضا المطلعين تحت قبة واحدة لتبادل العلم والمعرفة، أيضا لتكوين قاعدة مستمرة للتطوير. هذا كان أبرز ما لدي، وعودة لكم في الاستديو.